أكيد نور، زاويتنا القانونية بتحمل كثير من الأسئلة والاستفسارات وكثير من القضايا بيدخل فيها الشهود لإثبات أو نفي وقوع يمكن بنقول أي جرم أو جنحة بغض النظر عن القضية الموجودة بين إيدينا، لكن الشهود هنا يمكن عامل أساسي في الإثبات أو حتى نفي وقوعها. خلينا نسأل كل الأسئلة اللي ببالنا مع الأستاذة المحامية رنا ديب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك فرح، يسعد صباحكم. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي شو هو مفهوم الشهادة ومين هو فينا نقول الشاهد القانوني اللي معترف على شهادته؟ نعم، بالبداية نور، الشهادة هي عبارة عن وسيلة من وسائل الإثبات في القضايا، سواء كانت هي القضايا جزائية أو كانت مدنية أو شرعية. فالشهادة هي وسيلة من وسائل الإثبات. الشاهد هو شخص يعلم بواقعة معينة رآها أو سمعها، أو رآها وسمعها بمجلس واحد، وهو بيكون يعني قوة الشهادة الأكثر لما بيكون الشخص شاف وسمع بمجلس الواقعة مثلا شو اللي صار وراح أدلى بشهادته قدام المحكمة. مثل ما تفضلتي فرح بالمقدمة، قلتي إنه الشهادة أحيانا تكون كتير مهمة، ممكن تغير مسار الدعوة. أما مين هن الشهود القانونيين؟ فطبعا في شروط وفي معايير معينة وضعها القانون لنقول مين هو الشاهد المقبول شهادته بالمحكمة، أو الأشخاص اللي هن ممنوعين من الشهادة في المحكمة بقضايا معينة. هون أستاذ رنا خلينا نعرف يعني بالتفصيل كيف صنف القانون السوري الشهود، مين هن الشهود يلي تقبل مباشرة شهادتهم ويؤخذ بها على منقول مثل ما منقول بوجه الاعتبار، ومن هن الشهود اللي ممكن محاولة لإثبات صدق الشهادة؟ نعم، هلأ الشهادة أول شيء من ناحية نوعها، في شهادة بنسميها نحن الدرجة الأقوى من الشهادة، الشهادة المباشرة. أنه شخص شاف الواقعة، سمعها، قاعد بنفس المجلس وانطلب للشهادة فراح ليقدم شهادته. هي النوع من الشهادة هي شهادة قوية معتد فيها بالقانون، لأنه شهادة مباشرة. في أنواع تانية من الشهادات هي شهادات غير مباشرة، أنه شخص هو ما شاف بعينه ولا سمع بإذنه، ولكن حدا قال له أنه صار هيك. فهو قيل عن قال، فهي الشهادة هي ضعيفة نوعا ما يعني، ولكن أحيانا نضطر بالدعوة أنه يؤخذ فيها حتى لو على سبيل الاستئناس فقط بالشهادة، لأنه يمكن يوجه القاضي لمنحة معين بالدعوة نتيجة هي الشهادة. فالشهادات ما هي على درجة واحدة يعني. لأعطيكي مثال مثلا عملي، لما بيصير في عنا حادثة سير مثلا، حوادث سير بتصير بالشوارع، فالشوارع فيها جمهور عام ما هم معروفين مين هن بالضبط. فبيجي شخص بيسمع انه والله الناس كانت مجموعة امام الحادث، فقالوا انه السيارة كذا، لونها كذا، رقمها كذا، الشوفير كان كذا وكذا وكذا، بيعطي مجموعة معلومات. هي المعلومات من وين جابها؟ هو ممكن يكون موجود بالحادث ويحكي اللي شافه واللي سمعه، فهي شهادة مباشرة. وممكن يكون هو إجا ولقى الأمور منتهية، ولكن سمع من الجمهور إنه والله صار هيك. هلأ هي الشهادة لما يكون سمعها من عالم هي شهادة كتير ضعيفة، ولكن أحيانا ممكن يستأنس فيها القاضي ليطبق معلومات على معلومات، أو بيكون عنده دلائل تانية فبيصير في عنا أكثر من دليل، بس هي عموما شهادة ضعيفة. فهي كأنواع يعني أنواع الشهادات كدرجة القوة. طيب أستاذ رانيا، يعني أشرتي لنقطة مهمة، أعطينا مثال حادث أو ممكن تكون حوادث أخرى فيها عدد من الأشخاص موجودين، والشاهد يؤدي القسم لإدلاء شهادته أنه هو موجود، بس أحياناً نحن بنشوف أنه بعض الأشخاص مثلاً ما بيكونوا موجودين يدعوا أنه موجودين. على أي أساس تأخذ شهادته؟ يعني بيقول لك أنا ما بعرف قديش كم شخص موجود، هذا عم يقول أنا كنت موجود لما صارت الحادثة وفي 20 شخص مثلاً، وعلى أداء القسم في ناس بتدفع مصاري للشهود. نعم. ليحكوا شو بدهم مشان القضية تكون لصالحهم. هون القاضي كيف بياخذ هي الشهادة بعين الاعتبار؟ لأنه شكليا يعتبر هذا شهد قانوني. نعم. يعني وشهادته قوية. نعم. هلأ طبعا نحن في عنا شيء اسمه الشهادة الكاذبة، وهي جرم يعني عالي الخطورة، حتى هن صنفوه مع جرائم التزوير. صحيح. لأنه جريمة التزوير جريمة جنائية الوصف، يعني عقوبتها شديدة، أحيانا تصل لعشر سنين، عشر سنوات حبس. وأحيانا بتكون عقوبة الشاهد الكاذب في جرم جزائي خطير، مثلا إذا كان هو أدى إلى إعدام الشخص اللي شهد ضده وكان هذا الشيء باطل واكتشف فيما بعد أنه باطل، بجوز تكون نفس العقوبة يعني. نعم. وإذا كان عشر سنوات.
فهي شهادة كاذبة، وهذا شاهد زور زور الحقيقة، من هيك اسمها شهادة زور، هي جرم تزوير. فهون نحن عنا خطيرة جدا الشهادة، يعني لا يفكر الشهود انه والله هن بمنأى عن العدالة او بمنأى عن المحاسبة والمساءلة، لا ابدا، بالعكس هن. وهون نحن عنا الشهود، يعني موضوع الشهود قلتي لي كيف ممكن يعرفوا انه هي هون ترجع للسلطة التقديرية للقاضي. سلطة التقدير القاضي هو عادة على خبرة القضاة بالدعاوى، فهن دائما بتحسي من اول ما بفوت الشاهد القاضي له سلطة تقديرية، له نظرة حكيمة وثاقبة بمعرفة الشاهد. ولا تنسي انه في عنا قسم يمين. هلا بتقولي لي قسم اليمين لشخص ما عنده اخلاق اصلا هو سهل؟ طبعا سهل اكيد، فبالنتيجة هو بس هو صحيح. تحت سقف القانون. صحيح. بدي احكي بما انه سألتوني عن الشهادة، بدي احكي موضوع فكرة كتير مهمة. نحن عنا بالقضايا المدنية بالقضايا المدنية، يعني مثلا خلينا نقول بالعقود تحديدا، بموضوع العقود الناس بيلتبس علي الامر، فبتروح بتكتب عقد مثلا، نفترض بائع وشاري بدون على عقار معين، كتبوا عقد بيع وشراء ووقعوا بصموا والعقد سليم 100%، بيروحوا بيقولوا يلا خلينا نجيب 2 شهود. طيب هو بالقانون صح يجيبوا 2 شهود، ما انه غلط ابدا، بس هو ما انه مهم. وبالعكس احيانا بتحسي انه ما اذا، لانه نحن عندنا بالقانون في وسائل الاثبات الى درجات بالاهميه، فلما بيكون في عندي انا دليل كتابي فهو على درجة من الأهمية أكبر بكتير من أي دليل آخر اللي هو مثلا الشاهد. فأحيانا العقود الشهود لما بيستدعيها القاضي ممكن تشهد زور، طب أنت عندك دليل كتابي ليش عم تعتد بالشهود؟ فهون أنت بتكون مثلا في مثال أكتر بيواجهنا مشاكله من عقود البيع، اللي هو سندات الأمانة. سندات الأمانة عادة هو سند مكتوب بيوقع الشخصين الطرفين، وبيروحوا بيجيبوا كمان شهود. أنا بدي أقول لهم شغلة، إنه سند الأمانة ليس بحاجة إلى شهود، ما في داعي تجيبوا شهود. لقلك شو السبب، في عدة أفكار. سند الأمانة أول شيء لما بيكون في عنا نزاع صار بسبب هذا السند، هو نزاع جزائي، فالنزاع الجزائي بيكون أمام محاكم الجزائية والدعوة جزائية، لأنه سند الأمانة ما هو علاقة بين دائن ومدين. لكن أحيانا سندات الأمانة مثل ما نحن شفنا بالشكل العملي هي بتنطوي على نزاع مدني، يعني هو ما بيكون فعلا هو مأمنه على مبلغ من المال، هو بيكون علاقة تجارية بيناتهم أو علاقة دائن ومدين. فهون نحن صرنا أمام نزاع مدني. لما بيصير في عنا مشكلة القاضي ومن حقه طبعا يستدعي الشهود، فالشهود بيحكوا تفاصيل القصة اللي صارت، فهن بيحكوا انه هذا النزاع مدني، فبتنقلب الدعوة من دعوة جزائية لدعوة مدنية، بيكون صار في ضياع على الوقت، وبيكون في هدر للوضع بانه سماع شهادة الشهود، وانقلبت الدعوة لدعوة مدنية، او الشاهد مثل ما تفضلتي نور بينشرى، بيندفع له مال، فبيقلب، فهو بيقلب الكلام، بيحكي كلام ما صار. فهون نحن طولنا مدة النزاع وعلى الفاضي، يعني ما في نتيجة، لانه هو الشاهد شاهد زور، لما ينكشف انه شاهد زور. لا، انت لما بيكون في عندك دليل كتابي عقود، يعني كل العقود بالقانون ليست بحاجة لشهادة، ما عدا هي طبعا صح اذا جابوا شهود مشان ما انفهم غلط، ولكن هي ليست بحاجه الا عقد الزواج، طبعا من شروطه يكون في شهود، لانه هذاك العقد في له طابع شرعي، يعني هذا مختلف طبعا. اما بقيه العقود هو دليل الكتابي اقوى بكثير من دليل الشهاده الثانيه. يعني تماما. السؤال دائما استاذ ايرن انه هل هناك اشخاص ترفض شهادتهم، غير مقبوله الشهاده؟ من هن الاشخاص؟ يمكن حتى بنسال حالنا انه اوقات الاخ هل تقبل شهادته، الاخت، الاقربون يعني من الدرجه الاولى المقربين هل تقبل شهادتهم؟ هون فرح من نميز بين الدعاوى لما بتكون جزائية ولما بتكون مثلا مدنية أو شرعية، لأنه بيختلف معيار اختيار الشهود بين هدول الدعاوى. فمثلا الدعاوى الجزائية مثل ما بنعرف الدعوى الجزائية هي على درجة من الخطورة، لأنه هي بتكون جريمتها أصلا خطيرة، يا سرقة يا قتل يا لنفترض هدول الجرائم الكبيرة، فهي على درجة كبيرة من الخطر. فهون بتشدد القانون بالأشخاص اللي منعهم من الشهادة، فهو قال إنه الشخص المتهم ممنوع يشهدوا أقرباءه حتى لو شهدوا ضده. تخيلوا يعني انه مثلا اجى قريب من اقرباء الشخص، شو ما كانت الحاله، يعني لما انا مثلا مثل قلتي انت جريمه مثلا جريمه قتل، وقال هي موجوده عند اخوها فقط، يعني هو كيف بأي حال الدعوة الجزائية في أشخاص ممنوعين من الشهادة، القرابة المانعة من سميهم اللي هن الأصول. هلأ في دلائل أخرى أكتر بكتير من موضوع الشهادة، يعني هون تشدد لخطورة الوضع. أما المدعي لما بيجي من طرفه شهود أقاربه فما مسموح، أما المتهم فهو يمكن هذا الشيء سلاح ذو حدين، لذلك خطرة موضوع الشهادة موضوع خطر. فالقرابة المانعة بالدعاوى الجزائية هي الأصول، يعني اللي هو الأب والجد وما على، والفروع الحفيد والابن والحفيد وما نزل، عندك الزوج والزوجة. تخيلي حتى شهادتهم ممنوعة حتى لو جابوا ورقة انه هن اتطلقوا،
يعني هي الناس يمكن احيانا بيتطلقوا مشان يروحوا يشهدوا. تمام. لا، القانون حتى لو كان في يوم من الايام رابطه زوجيه بينهما ثم حدث طلاق وانفصال فهن غير مقبوله شهادتهم بالدعاوى الجزائيه. طبعا هذا الحكي ما بينطبق بالدعاوى المدنيه، احنا بنحكي عن الدعاوى الجزائيه. عندك الاخ والاخت، هدول الاشخاص بنسميهم قرابه مانعه، حتى المصاهره يعني صهره ممنوع يشهد معه أو ضده. هي يعني حدود بالدعاوى الجزائية ممنوعة، ممنوع حدا لأنه لشدة خطورة الموضوع. فأني بيعتمدوا على أدلة ممكن يعني أو مو أقاربه، شاهد آخر يعني شاهد غريب مو من أقاربه، لأنه الأقارب حتى ممكن يكون فيها ضغينة يشهدوا ضده. أصحاب السوابق كمان أستاذ ريم ممكن يأخذ بشهادتهم؟ أكيد لا. صح، هلا نحن هلا هون صرنا عم نحكي بشروط الشاهد كعام، مو من الأشخاص الممنوعين بالشهادة. طبعا في شروط معينة يجب أن تتوفر بالشاهد حتى لو ما كان قريبه للشخص وهو من الأشخاص اللي مسمح لهم يشهدوا، بس نحن ندرس صفاته هو بالذات، يا ترى هو عنده الأهلية الكافية ليقوم بعملية الشهادة. شو هي الأهلية؟ أنه يكون أولا يعني هو مو قاصر، هلأ نحكي بالتفصيل عن موضوع القاصر كمان، بس يكون عنده الإدراك والعقل مكتمل، لأنه في أشخاص بالقانون القاصر يتأخذ به برأيه القاصر. يعني شفنا من فترة تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقضية بأحد البلاد الأجنبية أخذوا برأي طفل عمره 6 سنوات ونضطت روه 2 سنين ليكبر. أنا احتمالية أنه قاصر أو طفل كيف فيني أخذ بشهادته وكان هو فقط الموجود أثناء الواقعة؟ نعم، هلأ خليني أفصل شوي نور بالموضوع. القاصر بالقانون السوري ما هو شخص، والله كل واحد تحت 18 هو قاصر، بس نحن في عنا صنفهم لفئات. صحيح. في عندك لعند 15 سنة وفي فوق 15 سنة، بكل الأحوال هن قاصرين. هلأ تحت 15 سنة ما اعتد القانون السوري بشهادتهم إطلاقا. بعد 15 سنة 16-17-18 ممكن يستدعي لهذا الطفل، يعني هو طفل لأنه لا 18 حتى اسمه طفل، ولكن بتنسمع شهادته بسبيل الاستئناس فيها، مو بتتاخذ كدليل قطعي. يعني بيستأنس فيها، ممكن تفيده بمجريات الدعوة، ممكن تعطيه فكرة معينة، لأنه الأطفال تعرفي بيحكوا على يعني على الفطرة. بس هلأ يعني حتى الأطفال عم يتبرمجوا للأسف، يعني أنه عم يتلقنوا أشياء. فبكل الأحوال كقانون سوري تحت 15 ما أنا مقبولة شهادتهم، فوق 15 تأخذ بشهادتهم على محمل الاستئناس بالشهادة، مو أكثر من هيك. يعني أستاذة رنا، أول شيء شكرا كثير لإليك، حاولنا قدر الإمكان نفهم الشهود أهميتهم، شو هي يمكن جريمة الشهادة الزور أو الشهادة الكاذبة مثل ما منقول، ومنتمنى فعلا تخف شهادة الزور وتكون يكون الشاهد لمصلحة سير القضية، سواء لإثبات التهمة أو الجرم أو حتى لنفيها. كل الشكر لإليك أستاذ. شكرا إليك فرح. شكرا لك أستاذ على وجودك معنا، ويمكن معلومات وتفاصيل كل الناس بتحب تتعرف عليها، لأنه فعلا اليوم عم نشوف قصص وقضايا مخيفة، فلازم الشخص يكون عنده معلومة قانونية صحيحة. شكرا كثير لك. شكرا لك نور.